اهلا بحضراتكم مره تانيه، ومعانا الخبير التحكيمي كابتننا الكبير كابتن رضا البلتاجي، وبعض المواقف التحكيميه والتحليليه لبعض الحاجات اللي كان عليها شويه قلق كابتن رضا، واتكلمنا فيها النهارده. ماتشات حلوه، وما ينفعش القعده دي تخلص برضه غير اما في الاخر نشوف الكابتن رضا رايه فيها ايه. يسعدنا، مبروك وبركات. الله يبارك فيك، ميرسي قوي يا كابتن رضا، مع ان انا لحد دلوقتي واخد على خاطري منك. بقى يا راجل يا طيب، تعرف الدوري على طول بياخدوا الاهلي وبياخدوا الزمالك، وهم بيفضلوا قاعدين عمالين، اما يلاقي نادي الاسماعيلي وقاعدين وشباب صغير كلنا، وعندنا ماتش نهائي واخر ماتش في الدوري في اسماعيليه، لو كسبناه مع المصري ناخد الدوري، ما تحسب ليناش ضربه جزاء كده يا كابتن رضا؟ يعني انا جايبك تقول ايه اللي ضربه جزاء وايه اللي مش ضربه جزاء، ويبقى اللي ضربه جزاء واضحه مش عايز تصفر يا كابتن رضا، ده احنا غلابه، ده الدوري ده هنفرح بيه. هسألك سؤال بس بركات، قول لي. انا فاكر طبعا اللعبه دي، بس عايزك تتذكر ان الاسبوع اللي قبل الماتش دوت انت كان نذكر الساده المشاهدين ان دي كانت مباراه الاسماعيلي والمصري، والمصري 2002 الحاسمه، ماتش دوري. بس افتكر بس ان الاسبوع اللي قبلها ان الاهلي كان راكب الدوري من اول اسبوع لغايه الاسبوع 25. الاسبوع اللي قبلها كان الاهلي بيلعب غزل المحله في المحله، بالظبط، تعادل 1-1، تعادل، وكنت انا الحكم. حلو، كان موجود مدير الكوره كابتن طارق سليم عليه. ما انت تلاقيك زعلت بقى ان هم تعادلوا، فقلت مش حاصل. فجاء الاسبوع الاخير الحاسم، الاسماعيلي يكسب المصري في مباراه يعني دراماتيكيه وغريبه واحداثها، لكن انت كنت بتطالب بركله جزاء لو على الاسماعيلي لا يمكن انت تحسب. لا، انت فاكر ان انا كنت زعلان علشان ان ضربه الجزاء انها كانت واضحه وانت ما حسبتهاش؟ لا، ما والله انت فاهمني غلط. لا، طب والله العظيم انت فاهمني غلط. انا ما كنتش زعلان على ضربه الجزاء، كنت زعلان. ايه، انا كنت زعلان ان انت ما اديتش احمر لسيد معوض لما جه اعترض عليك. يا بركات، اه ده جه اعترض عليك، انت كنت عايز ركله جزاء. اه والله، عايز ركله جزاء باي طريقه. عايز ركله جزاء باي طريقه، يعني عايز تاخد الماتش. عايزنا، بس انا سالتك، عايزنا بعد الاسماعيلي نوصل نهائي، وعايز في الاخر الدوري ده في الماتش. والله كان ممكن ما يحصلش، يعني كان ممكن ما يحصلش، بس لو في سونيه ما كانش الاهلي تعادل في محله. حبيبي يا كابتن رضا، انا قلت لازم قبل الحالات لازم انكشك شويه، خلينا نعرف. انت كل ما تقابلني تفكرني بيها بركات. ايوه، هفضل افكرك بيها. انا مش عايز افكرك بحاجه ثانيه. إيه؟ يعني في حالك كنت انا يعني خدت مني فعلا ركله جزاء، ما كانش سهل ركله جزاء. اكيد في المقاولين ولا فين؟ ايوه، المقاولين. مقاولين صح؟ كنت محتاج الفار. أيوة. وحمدت ربنا انها اتصدت. كان طارق سليمان حارس مرمى المقاولين ساعتها. ده كان شيكو دخل عليا، او انا دخلت في شيكو وعملت شقلباص غريب كده. كانت عايزه الفار. شفت بقى؟ خلاص، خلينا نعترف انا ساعتها انا فعلا ما كانتش ركله جزاء، والحمد لله انها ما دخلتش جول. نشوف حالات بسرعه.